صبحكم الله بالخير ويا مرحبا ومسهلا بالجميع. توصلني استفسارات على الخاص مثل هذه الاستفسارات، وين ألقى جملة النظارات، وين موقعهم؟ وقبل أنا غطيت أيام ما كان في شارع السويلم، غطيت التغطية كاملة، وأيضا في شارع الخزان في موقعهم الجديد، والتغطيتين كلها موجودة على التليجرام واليوتيوب. وبدامي أني موجود الآن في جملة النظارات، أبغى أغطي لكم تغطية جديدة وفي السنابات القادمة بإذن الله. وهنا مجمع الحسين للنظارات، جملة النظارات، وأرخص مكان تشتري فيها النظارات في الرياض، والأسعار هنا تتراوح من 30 ريال و40 ريال للنظارة، سواء النظارة الشمسية أو إطارات الطبية، أيضا نظارات الأطفال، وكلها زي ما ذكرنا تتراوح من 30 إلى 40 ريال. وفيه في المجمع أكثر يمكن من 25 محل، بالإضافة إلى أنه يوجد عند بعض المحلات العدسات بجميع أنواعها، سواء الكوري الفرنسي أو أي أنواع العدسات الموجودة عندهم. وهنا في المجمع أحد المحلات، وزي ما ذكرنا عندهم الإطارات الطبية بجميع أنواعها، أيضا النظارات الشمسية ونظارات الأطفال، وزي ما ذكرنا على أسعار تتراوح من 30 ريال و40 ريال. وأيضا متوفر عندهم العدسات، إذا عندك المقاس أو القياس جاهز بيقصوا لك العدسات، سواء الكورية في نفس اللحظة أو الفرنسية واليابانية تأخذ لها عدة أيام. بالإضافة بخصوص أسعار العدسات في المجمع في بعض المحلات، وتبدأ الأسعار من 50 ريال للكوري وطالع. أيضا نظارة الشمسية زي ما ذكرنا أسعارها 30 و40 ريال، فيه عدة أشكال. أيضا متوفر عندهم إطارات الأطفال، وما تأخذ هم الطفل، الإطارات تبدأ من 25 ريال للأطفال و30 و40 ريال حسب النوع. عندهم أيضا الربل، هذه كم سعرها؟ هذه 25 ريال. تأخذ لك للطفل إطارين ثلاثة، كل ما ضيع واحد تعطيه الثاني على طول. ختام التغطية لهذا اليوم بخصوص مجمع النظارات بالرياض وأسعار الجملة، وأخذنا بعض الإطارات والأغراض، والاسم موجود في جوجل ماب، اكتب مجمع الحسين للنظارات وبتوصل دايركت. أيضا التغطية بتلقاها موجودة في قناة التليجرام واليوتيوب.